السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. لأول مرة زرنا في القناة، ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، ارزع لايك متل الفيديو، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار. خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ترتيب الهدافين ونتائج المباريات بعد مباريات اليوم السبت 21/11/2020 وبداية الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. النهارده كان عندنا بعض المباريات المهمة جدا او القوية، يعني تشيلسي قدر يفوز على نيوكاسل يونايتد 2-0. احرز هدف تشيلسي فيدريكو فرنانديز هدف في مرمى بيلعب لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 10، والهدف الاول لتشيلسي والهدف الثاني في المباراة يعني لصالح تشيلسي تامي ابراهيم احرزه في الدقيقة 65. وبرايتون فاز على استون فيلا 2-1، احرز هدف استون فيلا ازري كونسا في الدقيقة 47 وهدفي برايتون عن طريق داني والبيك في الدقيقة 12 وسولي مارش في الدقيقة 56. توتنهام فاز على مانشستر سيتي، جوزيه مورينيو فاز على بيب جوارديولا 2-0، أحرز هدف توتنهام سون هيونغ من الكوري الجنوبي في الدقيقة 5 وجوفاني لو سيلسو في الدقيقة 65. والحقيقة هاري كين كان مبدع جدا في المباراة دي كعادته، يعني مع كل مباريات توتنهام. مانشستر يونايتد فاز على ويست برومتش ألبيون 1-0، أحرز هدف برونو فرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 56. واللي شايفني دلوقتي او يعني حاسس ان انا ببتسم وعارف انا ببتسم ليه لما برونو فرنانديز جاب من ضربة جزاء. يعني بكرة ان شاء الله عندنا باقي مباريات الجولة التاسعة، عندنا فولهام هيلعب امام ايفرتون، وشيفيلد يونايتد امام ويست هام يونايتد، ليدز يونايتد وارسنال مباراة قوية، ليفربول امام ليستر سيتي، وتختتم الجولة يوم باذن الله تعالى يوم الاثنين عندنا مباراتين يوم الاثنين 23/11. خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم وبداية الجولة التاسعة. في صدارة ترتيب جدول الدوري بعد انتهاء مباريات اليوم السبت، توتنهام بقى في الصدارة في المركز الأول ب 20 نقطة، تشيلسي في المركز الثاني ب 18 نقطة، ليستر سيتي في المركز الثالث ب 18 نقطة، وليفربول في المركز الرابع ب 17 نقطة. طبعا مع اختلاف يعني مين اللي لعب النهاردة ومين اللي ملعبش، ساوثهامبتون في المركز الخامس ب 16 نقطة، أستون فيلا في المركز السادس ب 15 نقطة، إيفرتون في المركز السابع ب 13 نقطة، كريستال بالاس في المركز الثامن ب 13 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز التاسع ب 13 نقطة، ولفرهامبتون في المركز العاشر ب 13 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الحادي عشر ب 12 نقطة، أرسنال في المركز الثاني عشر ب 12 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز الثالث عشر ب 11 نقطة، نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر ب 11 نقطة. عندنا في المركز الرابع عشر نيوكاسل يونايتد زي ما قلنا ب 11 نقطة، وليدز يونايتد في المركز الخامس عشر ب 10 نقاط. في المركز السادس عشر برايتون ب 9 نقاط، وفولهام في المركز السابع عشر ب 4 نقاط، وويست بروميتش ألبيون في المركز الثامن عشر ب 3 نقاط، بيرنلي في المركز التاسع عشر بنقطتين، وفي المركز العشرين والأخير شيفيلد يونايتد بنقطة واحدة. بالنسبة لترتيب الهدافين في صدارة الهدافين حتى الآن، عندنا في صدارة الهدافين سون هيونغ من لاعب توتنهام 9 أهداف، في المركز الثاني كالفرد لاعب ايفرتون ب 8 أهداف تساوى معه جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ومحمد صلاح لاعب ليفربول، في المركز الثالث هاري كين لاعب توتنهام ب 7 أهداف ويتساوى معه باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد، وفي المركز الرابع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ب 6 أهداف، وويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد، واولي واتكنز لاعب استون فيلا، وفي المركز الخامس داني انغز لاعب ساوثهامبتون ب 5 اهداف، وويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس، وفي المركز السادس جاك غريليش لاعب استون فيلا ب 4 اهداف، وانيال موبي لاعب برايتون، وخيمينيز لاعب ولفرهامبتون، وساديو ماني لاعب ليفربول، وتيمو فيرنر لاعب تشيلسي ايضا في المركز السادس ب 4 اهداف. في المركز السابع الكسندر لاكازيت لاعب ارسنال ب 3 اهداف، وفارد ادمز لاعب ساوثهامبتون، وجيمس رودريغيز لاعب ايفرتون، وتامي ابراهام لاعب تشيلسي. خلينا نتعرف على ترتيب صناع الأهداف سريعا كده. في صدارة صناعة الأهداف اللاعب هاري كين لاعب توتنهام صنع 9 أهداف حتى الآن ومسجل 7، خلي بالك يعني خطير جدا هاري كين السنة دي. في المركز الثاني جاك غريليش لاعب أستون فيلا صنع 5 أهداف، وفي المركز الثالث جون ماكاجين لاعب أستون فيلا صنع 4 أهداف، وأرون كريسوايل لاعب ويست هام يونايتد في المركز الرابع صنع 3 أهداف تساوى مع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وحكيم زياش لاعب تشيلسي، وجيمس رودريغيز لاعب ايفرتون، وكيفن دي براين لاعب مانشستر سيتي، وماتيو سكاليتش لاعب ليدز يونايتد، ايضا راشفورد لاعب مانشستر يونايتد كذلك في المركز الرابع صنع 3 أهداف. في المركز الخامس الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام صنع هدفين،
و دانغيز اوندير لاعب ليستر سيتي، وداني انغز لاعب ساوثهامبتون. تابعوني الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من آخر الخلاصة. قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين ونتائج المباريات بالنسبة ليوم السبت 21/11/2020 مع بداية الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ارزع لايك الفيديو. نراكم فيديو جديد بإذن الله تعالى غدا بعد انتهاء مباراة ليفربول وليستر سيتي، أعتقد هي آخر مباراة في اليوم. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.